تختتم فعاليات معرض أهلا مدارس بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة النصر. خلال أيام المعرض تم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق. وها هو معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر قد وصل إلى يومه الأخير بعد 10 أيام استمر خلالها إقبال المواطنين الكثيف على شراء المستلزمات المدرسية والمكتبية والزي المدرسي والحقائب بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض المنتجات. أنا جيت أول يوم وخدت أدوات كتابية ومدرسية، لقيت فيها عن تخفيض يعني قبل ما أجي سألت برة، لقيت هنا تقل حوالي ممكن توصل 40% تخفيض. الأسعار كلها حلوة ما شاء الله، يعني بالنسبة للكتب المدرسية، بالنسبة للشنط، بالنسبة للأحذية، الكوتشيات، اللبس اليونيفورم، لا كله حلو، أسعاره في متناول الجميع وكويس جدا. يعني المعرض ما شاء الله جميل جدا، وفي يعني حاجات مختلفة كتير وكواليتي كمان حلوة جدا وأسعار مناسبة جدا. أنا بصراحة يعني كل سنة يعني باجي دي تاني مرة أجي فيها، بس المعرض لا جميل وفي ناس كتيرة والناس ما شاء الله يعني متعاونين جدا والدنيا حلوة يعني. فعلى مساحة 6000 متر مربع شارك عدد كبير من العارضين وكبرى الشركات المتخصصة في المستلزمات المدرسية بمنتجاتهم المصرية 100% تحت مظلة هذا المعرض، وهو ما يعمق التصنيع المحلي ويحدث رواجا تجاريا. احنا واخدين المعرض ده فري مجانا، محدش من العارضين دافع جنيه واحد في المتر، من أجل أن احنا نقدم سلعة جيدة وبسعر يعني اقتصادي سعر التكلفة. كل سنة بيبقى أحسن من اللي قبلها، السنة دي الحمد لله الإعلانات كانت كويسة جدا والدعاية كانت كويسة جدا للمعرض، وبالنسبة لنا احنا كتجار كنا الحمد لله يعني عاملين تخفيضات يعني عالية جدا بحيث نقدر نوصل للمستوى المتوسط وأقل متوسط وبرضو الفوق المتوسط برضو للعملاء. احنا وفرنا كل حاجة للمستهلك، كان عندنا أسعار من يعني القلم الجاف من 15 لغاية 40 جنيه، كل مستويات موجودة، كل حاجة وفرنا لهم، والمعرض السنة دي كان كويس وكان في زحمة وفي إقبال. بالنسبة لنا احنا بنبقى عاملين تخفيضات للملابس القطنية عندنا، يعني في عندنا حاجات بتوصل من 10 جنيه لحد 20 جنيه و30 جنيه، حاجات كلها مدعمة للشعب يعني. فيما تستمر معارض أهلا مدارس في تلبية احتياجات الأسرة والطالب من خلال 23 معرضا أساسيا و119 فرعيا إضافة إلى القوافل والمكتبات المتحركة. إقامة معارض أهلا مدارس هنا وبمحافظات الجمهورية استراتيجية تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة لتخفيف الأعباء عن الأسرة وتوفير متطلباتها مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. سالي سلمى، التلفزيون المصري.